السلام عليكم خوتي، اش كتعاودوا؟ صباح عليكم نتوما، يعني لاباس عليكم العائله الفاميله. المهم فيديو جديد اخوتي، باش ما تمنيتو. المهم هذا الفيديو ده والله ما عرفتش انا كيفاش غيدوز. المهم بغيت نعاود لكم على واحد القصه، وباشكم نتوما تهضروا لي على هذه القصه. شنو نتوما غاش فهموني على هذه القصه، هذه شنو واقع فيها؟ البارح اخوتي ما بينا ما علينا، كنا مشينا للبيسين كما شفتو نتوما، مشينا للبيسين دوزنا نهارنا في البيسين، وغدو بالحق نتوما باش نعرف انا واش هادشي فري كاين ولا ما كاينش. انا ما عارفش بهادشي، انا نتوما غتوضحوا لي نتوما المشاهدين، غتقول لي في الكومونتيرات واش هادشي كاين ولا ما كاينش. ما عليناش، مشينا اخوتي صيفنا البارح، مشينا للبيسين درنا تسركنا عامنا، دوزنا واحد الاجواء زوينه. كنت انا وايا ورياض ونور بنتي واميمه وسلمى، كنا هادو حنايا كاملين كما شفتونا البارح في الفيديو. عامنا خوتي دزنا، خرجنا من العمان، ما كناش لابسين حوايجنا. انا ما كنتش لابس حوايجي، ما كنتش لابس تريكو، غير تريكو ماشي شي حاجه اخرى، غير تريكو ما كنتش لابسو، ما كنتش لابس تريكو خوتي. خرجنا من تما، تريكو كان فازك ديالي كان سارد، ملي جيت نهزو لقيتو في الصاك كان سارد، يعني ما نقدش نعاود نلبسو انا هو سارد. خرجنا مشينا خوتي واحد الصناك كاين تما قريب، ماشي صناك، محلابه، واحد المحلابه تما. قلنا شنو غنديرو؟ يلا نمشيو ناكلو الحرشه، كاس ديال اتاي الحرشه راكم عارفين، مع ديك الستة العشيه مشينا بغينا ناكلو الحرشه. مشينا خدينا الحرشه خوتي، ريحنا دوموندينا الحرشه، 14 درهم ديال الحرشه خوتي. غنقول لكم السيد اللي مشينا عنده ما عرفتوش واش السقرام ولا هي اول حاجه، ما عرفتوش انا واش السقرام ولا ما فهمتش انا واش الحرشه غلات بواحد الدرجه اللي خياليه الله اعلم. عطينا واحد شويه ديال الحرشه وشويه 14 درهم اخوتي، علاش شحال تفكك؟ وكنت كنمشي اخوتي الرباط عند سميتو في الحومه اللي كنت ساكن فيها انا في المحاريك، فين كبرت انايا تما وفين قريت وفين طهرت تما. مشيت كنمشي عند واحد السيد الصديق ديالنا، كيقول لي محمود راه كاع ولاد محاريك غيعرفوا، كاع ولاد يعقوب منصور غيعرفوا المحاريك، راه كاين واحد السيد تما كيدير الحرشه سميتو محمود، معروف هذاك درويش الله يعمر، هذا راه كيتعاون مع الناس في اي حاجه. كنمشيو عنده اقسم بالله اخوتي 5 دراهم، والله اخوتي ما كنقد نكملها 5 دراهم ديال الحرشه، والله ما كنكملها، الله يرزيني ما كنكملها. عرفت شحال كيعطيك ديال الحرشه؟ وما مشينا اخوتي عند هذا هاد السيد هذا اللي كاين هنايا في تبسنا، كنت نزل على عباد الله في الضوحه، كاين في الضوحه خوتي، مقابل مع مسبح ديال 20 درهم ديال البلديه. مشينا عندو خوتي، عطانا 14 درهم ديال الحرشه، والله خوتي تعالى ناكلها كامله وما تقدنيش، والله ما تقدني بالله ناكلها. وديك الحرشه ماشي حتى ديك الحرشه بلا زوينه وغليظه، داير ديك الحرشه غليظه واش ديال البارح ومسخنها راه ما فهمتش انا، غليظه بحال هكا خوتي. وعطانا قليله صافي، الدري قلت ليه خلصنا الحرشه حنا مريحين، باقي مريحين في الطبله. صافي الدري قلت ليه سير اخويا قول لهم يعطينا كيسان ديال اتاي. صافي الدري الصديق ديالي صاحبي اللي كان معايا مشى قال لي عطيني 5 الكيسان ديال اتاي ورجع، مشى ريح في كرسي خونا، دار اتاي خوا اتاي وخلاه تمو، ما جابوش لينا حنا مريحين في الطبله، ما جابوش لينا. اللي كانت دي خدمه راه الله اعلم، وانا قلت الدري نوض قال لي لا راه غيجيبو لينا، قلت له لا راه ما جابوش لينا، قلت له تعطل اذا راه حطوا الفوق تما. مشى عنده بغيز كيسان ديال اتاي، شنو قال لي؟ قال لي خلصني على ديهم كيسان ديال اتاي، وحنا راه باركين عنده تمايا، واش حنا غنسرقوا الكيسان ديال اتاي؟ ما فهمتش انا هاد خونا هذا. قال لك الكيسان زاد عاوتاني حاجه اخرى خوتي، كيسان جدرا من الكاس، يلاه كاس كناخذو عند محمود هنا درهم دير لي هو جدرا، ماشي الشفرة عين بين هادي. وقيلا بغا يخرج فينا اخوتي حنا داكشي كامل اللي ما جاوش عندو الناس، بغا يخرجو فينا حنا ولا ما عرف. مورا هادشي شنو وقع اخوتي؟ نكمل لكم قصة. مريحين كناكلو في الحرشة، كناكلو كنشربو في اتاي مريحين، شنو طرا؟ انا كي قلت لكم ما لابسش تريكو، كان الصهد البارح راكم شتو كلشي على عينيكم، كان الصهد البارح الزمت هنايا في الرباط وفي تمارا وفي سلا وعين عتيق، راه كان الصهد. ويجي واحد جوج بوليس من دوك اصحاب الماطر، جوج فط فط وقفوا دخلوا على مول الحرشه، ما عرفتش شنو قدا. خرج واحد رقايا ووق عنده موستاج رقايا ووق دار النظر، ويجي عندي انا مريح بحال هكا، ويجي عندي السلام السلام، انت ما عندكش حوايجك ما تلبسهمش؟
قلت كيفاش الشاف؟ قال لي ما تلبسش حوايجك. فين هو حوايجك؟ قلت له الشاف راه علاش غنلبس حوايجك؟ شنو داير انا بالسلامه؟ داير شي حاجه؟ ما لابسش تريكو شورت لابسو، ما لابسش تريكو كاين الزمت كاين الصاد، ما عندكش حق تدو معايا. هذه هي اول حاجه تقول لي انا التريكو، تقول لي حنا كاينين عايشين في عهد ما عرفت شنو. راه عباد الله كامل الناس ما عرفت شنو كيديروا، ما كيدووش معاهم. وجا عندي انا قال لي التريكو، لبس تريكو. قلت له التريكو ما جاوش انا يا 10، قلت له 10 ما جاتش انا التريكو. قال لي البس تريكو. قال لي انت ما ادبش، انت لبس تريكو، الناس خارجين دايزين. تبان لك عليا انا الناس خارجين جايين. عباد الله انا ما عرفت شنو كيديروا اونلاين، داكشي كتشوفوه بعينيكم وما كدويوش. بقى انا ما لابسش تريكو جا الزمت. قلت له الشاب غنقول لك واحد الحاجه. قال لي شنو؟ قلت له شي كتشوف في هذا المجمع كيصحابني زعما انا طايح مع شي وحده من هادو ايا ولا. قلت له راه هادي راه هادي راه مراتي، هادي راه بنت عمتي، وهادو راه اصدقاء. زعما تنويها انت فاش كتقول لي زعما انا لست الكوت جد تصور عليا زعما انا بارك انا مع صديقتي ولا بارك معاه. قلت له اللي خصك تلبس راه فيا ما ديك. قلت له فاش غديني؟ قلت له اش من المصطلح غديني به انت؟ كنبيع حشيش، كنبيع كوكايين، كنكمي، كنضرب الجوانات، كنشيش، اش كندير انايا؟ كنضرب الميكا باش غديني، كنضرب النفحه، كنتقرقد. اوصل ديني انت غتشدني وديني على طريقك واش تم مسطي ولا مالك. ويخرج الشاف الاخر اللي كبر منه في القرايب ويقول لي قال لي يا ولدي اش نقول لك؟ وانا مشيت عنده بحال هكا. قال لي يا ولدي هادشي راه كيعاقب عليه القانون. قلت له شنو الشاف؟ شنو هي الحاجه اللي كتعاقب عليها القانون؟ قال لي راه تريكو حنا راه كنشدو بنادم الا كان عريان راه عيب في الزنقه كنشدوه كنديو. قلت له ولا كان هادشي الله ولا راه الله اعلم انا راه ما في خباريش. الا كانت نتوما في خباركم اخوتي قولوا لي في كومونتيرات. قال لك كيعاقب عليه القانون لك كنتي خارج عريان، وماشي خارج عريان صولو ولا كنكمي ولا محشش ولا مقرقب ومعري، هذيك حاجه اخرى. ولكن انك مريح مع العائله وكاين الصهد وحدا البحر وبارك محلابه كتاكل راه ما عندوش حق يدوي معايا. هادشي اللي عارف انايا. قال لي لا راه كيعاقب عليه القانون، هادشي راه هادشي اللي كدير كيعاقب عليه القانون، راه فيه الحبس فيه هادي فيه هادي كيخلوض عليا. قلت له صافي الشيف. قلت له انا ما كنتش عارف هاد السيد هذا دخل عند واحد دخل لي ماشي حتى ليه. انت جيتيني هضرتي معايا بالعقل فهمتك، هذا دخل عندي بدا كيتنفض عليا بحال انا بارك في دارهم ولا مع الدار بارك في دار بواه ولا ما عرفت شنو. قال لي لا راه هادشي صافي. رجعت للور ملي دوا معايا الشاف الثاني بالزوين. قلت له الشاف راه ما فهمنيش هذا جيت بركش. بدينا كنتحاوروا مع الاصدقاء ديالنا، بدينا كنتحاوروا لقينا هادشي ما عمرني شتو انا خوتي. نتوما غتردوا عليا في كومونتيرات الله يجازيكم بخير، نتوما غتردوا عليا في كومونتيرات باش نعرفوا واش هاد السيد غاش هاد لمني يعني بانت ليه في الضربه وجاي عندي ولا كيدوي بالواقع. هادشي اللي بغيت نعرف انا، الا كان كيدوي بالواقع نتقبلوها وندخلها عندي. كان كيدوي خوتي بشي حاجه اللي انه سميتو باش نبقى عارف واش المره الجايه وقع شي مشكل اخر نعرف كيفاش نتصرف. هادشي اللي كاين. والتحية للشرطة والتحية للناس القانون اللي كيعرفوا القانون. هادشي اللي بغينا حنا بغينا نعرف هاد اللعيبة هادي كيفاش، واش دخلت عندنا جديدة ولا عندنا جديدة هاد القضية ديال انك في الخارج والصيف. ما كندويش انا على الباد وما كندويش والصيف وانا محيد غا التريك وانا محيدو يعني بحال هكا خارج لابس اخوتي الشورت تريكو اللي ما لابسوش. جاي كنضحك انا وعائلتي انا وبنتي انا ومراتي انا والاصدقاء ديالي. وجا عند هاد السيد قال لي علاش ما لابسش حوايجك؟ خصك تربى انت، خصك تربى ما لابسش حوايجك. ما بان قلت لك انا سكران كنتقرقب تقول لي خصني نتربى انت غتجي تربيني انا؟ رانا غنربيك انت باش نقول لك شي حاجه. القوانين هما هادو باش تجي عندي انا ما اديك ما واكل ما شارب ما داخل خارج داخل الحبس ما كتعرفني ما كنعرفك وتجي عندي تقول لي حوايجك راه هادي ما عرفتش. هادشي اللي بغيت نعرف اخوتي، بغيتكم تقولوا لي انتم في الكومونتيرات واش عنده الحق انه يدو معايا على الحوايج يعني انا معري بحال هكا يعني خارج غير ما لابسش تريكو. الا كان الحق عنده انه يهضر معايا قولوا لي كان عنده الحق يهضر معايا. اخوتي عنده الحق انه يدخل في هذه القضيه ديال لبس تريكوك كيعاقب عليه القانون قولوا لي. ما كاش كيعاقب عليه القانون قولوا لي.
باش نعرف انا ان السيدة وجع عندي ديريكت باغية السبة وجع عندي يعني جاي طالع من شي قنتخرج قاصدني باش مرة جاي نعرف كيفاش نتصرف ولا انه كيدوي في القانون كيدوي ان فريمون هاد القضية ديال ان بنادم خارج ملابش تريكو في الصيف كيعاقب ليه القانون لكن كيعاقب ليه القانون خصو يدوز للفيلاج خصو يمشي للفيلاجات عطاهم الله اللي كيخرجوا يا دريات يا دراري اكثر يا دريات كيخرجوا لابسين غا هادو ولابسين لك لتحت لابسين لك طالع عليهم تلف خاض بخاض بيتينهم هادو ما كيدووش عليهم ولكن هنا كيدووا علينا حنا اللي خارجين مع عائلتنا وحبابنا وجيراننا كيدووا علينا حنا ودوك الاشخاص اللي خصهم يدووا عليهم ما كيدووش معاهم هادوك هادوك سيروا الله يكمل ليكم هادشي اللي بغيت نعرف انا حيت كون كان هذا القانون كيعاقب كما قال شي راه بنادم يخرج من البيسين ما يخرج خصو يكون لابس حوايجو هادي الا كان القانون كيت حيت الناس ملي كيخرج من البيسين راه خارج من البيسين راه خصو يكون لابس حوايجو ولا لا خوتي وانا كنشوف اي واحد كيخرج من البيسين من الدراري ومن الدريات تريكو ما كيكونوش لابسينو كيكون من الزنط الصاد كيكون بنادم هاي تريكو حاطه فوق كا ولا غادي خارج عادي المهم لابس لتحت دويتي على التحت نحترمك التحت عندك الحق فيه لان ما خصوش يكون لابس طالع داكشي تاع الفوق ولا لابس كيلوط ولا لابس خارج هادي ولكن باش دوي على الفوق هنا راه ما كاينش شي عيب في الدراري المهم نتوما بغيتكم تردوا عليا اخوتي في الكومونتيرات تقولوا لي واش هذا الشيء اللي كيقول هذا الشخص هذا السيد هذا السيد ديال القانون واش فريمو هذا الشيء كاين ولا ما كاينش هذا الشيء اللي بغيت نعرف جاوبوني الله يجازيكم بخير انا جيتكم نتوما كحبابي كاصدقاء ديالي كخوتي قلت لكم اي حاجه كنهضر عليها عليكم نتوما كنبغي نفهم منكم نتوما قلت والله حتى ندير فيديو نعرف واش انا يعني غلط في حقه ولا هو اللي غلط في حقي هذا الشخص هذا واش هو انا غلط في حقه ولا هو غلط في حقي خصني نعرف انا واش انا فريمو خصني نلبس حوايجي ملي نكون خارج يعني كيعاقب عليها القانون ولا ما كيعاقبش عليها القانون هذا الشيء اللي بغيت نعرف انا فتحياتي لكم اخوتي تهلاو لي فراسكم راكم عزازكم في القلب فهمت عليكم ما تنساوش ديروا واحد لايك كومونتير تبدلوا القضيه كومونتيرات بغيتكم انكم تقولوا لي واش هذا الشيء فري ولا ماشي فري فتحياتي لكم راكم عزازكم في القلب